السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم ان شاء الله هذه احلى ريسبي للبيتزا. بصراحة لما عرفتها تعلمتها، عملتها مرتين يمكن او مرة، بس صراحة ما بتشبعش منها. اللي هي راح تبقى، شوفي عندك فلفل اصفر وزيتون وفلفل احمر ومشروم وجبنة والبيتزا صوص الفريدو. أنا بحب الصوص الأبيض على البيتزا، أنا عملتها إلي. فشايفة هذه الحاجات كلها، عندك جبنة، مشروم، فلفل أصفر، فلفل أحمر، زيتون، بصل، بقدونس. بحاول اصفت لكم الحاجات عشان تشوفوها ما تبقوش تخربشوا، اوكي؟ وبتحطي شوية تومة، ماشي؟ هذا كله عشان الطعم. شايفة انتي لما بتعملي بيتزا كيف بتسويها؟ مرات سويناها بالعجينة، مرات سوينا بيتزا بالزهرة الكاليفلاور، وهذه احلى نوع بيتزا صراحة، مش هغيرها. اللي هي عبارة عن، هنعمل العجينة. شايفة عندنا كوكونات فلاور وعندنا سيليوم هاسك، هذا عشان يزبط العجينة، فاهم علي؟ وحنعجنه. طحنت، جبت من البوكسة تشيكن ثايز بونلس سكينلس، طحنت يمكن 5 منهم. شايفة طحنتهم في البروسيسور، وهي بحط البقدونس عليهم وبحط البصل، وحنحط الكوكونات فلاور. هذه العجينة تبعت البيتزا، اوكي؟ وتحط ملح وفلفل، وبعدين بتدقيها حسب بتحبي تحطي زعتر، حطي انتي، اتحكمي بالنكهات، فاهمة علي؟ هلا ان شاء الله بنعجنها وبتشوفي كيف هاي البروتين منها وفيها، يعني انت مش بحاجة تحطي لحمة ودجاج على الوجه. اللحمة الدجاج اوريدي بالكراست، ماشي؟ يعني البيتزا العجينة تبعتها اللي هي الدجاج والكراست. شايفة حطيت بابريكا، حطيت كزبرة مطحونة، هحط شوية ملح كمان وشوية فلفل. هي البهارات اللي انت استعملي، البهارات اللي انت عايزاها، ما تتقيدي فيه، لانه كل واحدة طعمتها الشكل، اللي بحب هاي بحبش هاد. انا هاي الحاجات المفضلة عندي، فحاولي انت اعملي المفضلة. حط التومة، هذا كله عشان الطعمة، عشان النكهة تبقى زاكية. هحط بيضة، نسيت اقولكم فيها بيضة الرسبي عشان العجينة تبقى زاكية. تنسيش هاي لحمة، ها ماشي؟ فاحنا حنحط البيضة عشان تبقى زاكية، وحاعجنها وهي خلصت. هاي هي العجينة، فاهم علي؟ زيت بالصينية، وعشان امدها بس، لانه شوفي شو احكي لك، فيك تحطي التركي، you can do it with turkey. This is a ground chicken with the salt, pepper and the rest of the stuff. Now I'm gonna spread it in the pan. اوكي، شايفة هاي الصينية خلصت، هلا ححطها في الفرن زي ما بتسوي البيتزا العادية، كيف بتخبزيها، بس هذه فيش فيها كارب، ماشي؟ هنحطها بالفرن ونرجع ان شاء الله نشوف. السلام عليكم، شايفين كيف نشفت؟ خبزتها تقريبا نص ساعة بالفرن. هلا شايفين هحط عليها الالفريدو صوص، انا ماي فيفوريت الالفريدو صوص، وفيش فيه كارب. وبالنسبة في ايوز الفريدو صوص، if your friends they told me how you use الفريدو صوص you gonna make it yourself, you know if you wanna make it it's gonna be very costly, you need heavy cream, you need certain kind of cheese and that's what it made from. So الحمد لله we got it ready, you know, to save our time and most of money actually. So I'm gonna put this on the pizza, that's my pizza. And don't forget, the crust is the meat and the coconut flour.
هاي البيتزا اللي خبزناها والعجينة تبعتها من الدجاج. مش ما تجيبيش تشيكن بريست، جيبي الثايز لأنك بحاجة الفات اللي فيه. ماشي، هاي أنا عندي سبانخ. حطي التوبينج اللي أنت بدك إياه، شو ما بتحبي خضرة حطي، كل واحد عنده خضرة مفضلة حطيها. شايفة؟ هادي بتضلل لي لأسبوع بصراحة، أكتر حتى من أسبوع، لأني أنا من حالي اللي باكل منها، أو يمكن حتى بيوم الأسبوع. شايفين؟ فلفل أحمر وأخضر. هاي البروتين في العجينة. ماشي، وحنحط عليها زيتون، زيتون أسود بدون البزر، كتير زاكي، أنا بحبه صراحة في البيتزا. وهيك هاي البيتزا ممكن تاكليها، ممكن تنبسطي فيها، ولا حتى تزيدي ولا نتفت باون ولا الانفليميشن بتروح. هاي بحط مشروم كمان. شوفي النظام اللي بقول لك امشي عليه بيشتغل انه يقضي على الانفليميشن اللي في جسمك، واحنا سبب امراضنا واوجاعنا من الاورام اللي بتتورم. لما جسمك بتورم بخنق، يعني بصير كابس على بعضه، سبب الامراض كلها الانفلاميشن. تعرفي هيك؟ شايفه؟ هلا بتحط الجبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهيك بتبقي خلصتي. هاي وجبه الك، فيك تعمليها الك ولاولادك اللي بتحبيه، تقدر تعملي اي اشي انت عايزيته صراحه. فشايفه علي؟ وهيك هنحطها بالفرن، وان شاء الله تعالى لما بتخلص حورجيك اياها. سي ذس از ذا بيتزا اي ميك توست ا لتل بيت ليت ات كول ا لتل بيت ذن اي شو يو ذا بيتزا. فيري ديليشس. اي ديد ات وذ ذا جراند تشيكن. جراند تشيكن اور يو كان دو تركي اور يو كان بيف، دو اني ثينج يو وانت تو ميكس ات وذ كوكونات فلاور، ميبي 1 سبون سيليوم هاسك، اونيون، garlic, parsley, like الكفته. How you make كفته؟ You spice it. Then after that you spread it in the pan, cook it for till it's dry like you make in the pizza. Then the topping, add to it vegetable, then cheese, then cook it for another half hour and it's done. You can make it a little bit red, not this much. I like it this red. So inshallah you try it and you like it. See the pizza? Now it's cold a little bit and I am going to try it. See? شايفين البيتزا هي بردت شوي، بدي اورجيكم من ورا شيء. ما شاء الله looks good. I'm gonna taste it. This is so good. And the best part about it, you eat and you don't gain weight. This is delicious. Try it.